كانت المواجهة بين إسلامين، إسلام الخلافة الأموية وإسلام الإمامة النبوية. وإذا كان الأول قد أحرز الغلبة في واقع الحال، فإن الثاني أحرز الانتصار في حقيقة الأمر. أعطى الحسين عليه السلام كل ما يملك للحق لكي لا يعطي أي شيء للباطل، فوضع حياته في يد الله إلى الأبد لكي لا يضع يده في يد الشيطان ولو لحظة واحدة. لم يكن في ذلك العصر أحد أكثر قدسية من الحسين عليه السلام، ولم يكن أمامه موقف أكثر قدسية من الشهادة في سبيل الله، ولم يكن هنالك هدف أقدس من إقامة الحق والقضاء على الباطل. وفي يوم عاشوراء من عام 61 قام أقدس الناس بأقدس موقف من أجل أقدس هدف، فكانت أقدس ثورة يقوم بها واحد من أولياء الله، وعميت عين لا ترى ذلك. لا يكتشف الحسين عليه السلام إلا من يعرف قيمة الحق الذي بنى الله الكون عليه. أما الذين عبدوا الطاغوت فلا يمكن أن يفهموا الحسين، ولا يمكن أن يقيموه، فالدنيا منتهى أبصارهم العمية. سألني أحدهم قائلا: إن البعض يقول لقد تكرر الحسين في فلان وفلان، فهل يمكن أن يتكرر الحسين في أحد من الناس؟ قلت: لا، إن الحسين أقدس وأكبر وأعلى من أن يتكرر في شخص، ولا أصحابه يتكررون في أشخاص، ولكن يمكن أن تتكرر أهداف الحسين وأهداف أصحاب الحسين ومواقفهم في أهداف الرجال الصالحين وفي مواقفهم. قال: ولما لا يتكرر الحسين في غيره؟ قلت: الحسين ولي الله، كذلك أصحابه، وربنا هو من يختار أولياءه ويتخذ منهم شهداء، غير أن أولياء الله قدوات الحياة، وعلى الناس أن يأتموا بهم ويستضوءوا بنورهم ويحملوا رايتهم. هذا ما هو متاح لنا، أما أن نحاول أن نكون الحسين أو نكون أصحاب الحسين فلا، لكن بإمكاننا أن نمشي خلفهم ونتبعهم ونحمل رايتهم، وهذا من مسؤولياتنا ومن واجباتنا.